We are getting ready for the March, the 12th annual commemoration march for the village of Belen. And we are gathered here in the home of a local supporter of Israel. All the comrades from Nablus and Belen itself. And this is Mustafa Bagwati. ويرضى عليكم ويقويكم معكم عديكم. حاج محمد يا حاج الله يقويك. يعني احنا جايين كل الشباب من مختلف مناطق الضفه. اهلا وسهلا بالجميع. احنا جايين على بلعين اليوم. اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا. انطلاقه المقاومه الشعبيه في بلعين. اهلا وسهلا. وبشرفنا نكون عندك. الله يزيدك شرف. انك انت من الشهداء من المناطقين. بشرفنا نكون عندكم اليوم. الله يخلي اولادك. وان شاء الله دم اولادك ما بروح حضر. وأكيد هو بعبد الطريق للمناضلين الحمد لله رب العالمين مقاومتنا لسرداب حقوقنا الحمد لله رب العالمين نفتخر فيكم نعتز فيكم الله يخليك يخلي ولدتكم يا رب ويرضى عليكم